طبعا يعني احنا امام حكم بات نهائي ل 12 من قيادات سياسية ورموز، يمكن كمان ده خلى السوشيال ميديا عليها تفاعل شديد جدا جدا، وإعادة الحديث عن الإعدامات بشكل عام من 2015 واحنا بنتابع حملات بتتحدث عن أوقفوا الإعدامات. في 2016 تزايدت الحملات، هناك وقفات احتجاجية عند بعض المؤسسات الرسمية في أكثر من دولة عشان نفس الغرض. في 2018 كان هناك مؤتمر صحفي بيتحدث عن حق الحياة أيضا، عن موضوع أوقفوا الإعدامات، بيستغل أي وقت عشان نتحدث في ده الإعلاميين سياسيين مهتمين متخصصين أكيد حقوقيين. لكن في النهاية إيه اللي بنوصل له بعد كل هذا الحديث؟ إحنا دلوقتي في خلال الأيام اللي جاية يا إما يخفف حكم الـ 12 اللي هم من القيادات واللي فيهم أسماء بارزة جدا جدا، منهم شخص لقب بفارس الثورة أو فارس ثورة يناير، الدكتور محمد بلتاجي، منهم عبد الرحمن البر، أسماء كتيرة، أسامة ياسين اللي كان وزير سابق، وهكذا من أسماء الحقيقة الناس أساسا مرتبطة بشخصها. ففي النهاية هل إحنا أمام ما يتحدث عنه البعض في فوضى الإعدامات دي هنستمر فيها كتير، ولا هو القاضي بيحكم في النهاية بالأوراق اللي أمامه ويجب إن إحنا نبحث عن سبل أخرى للحديث، إن إحنا محتاجين جدا جدا من يسمعنا في هذا الخصوص ومن يسمع المدافعين عن من حكم عليهم بالإعدامات، ولا هو انتقام من الرموز دي وانتقام من الثورة نفسها، الثورة المصرية، ثورة يناير، ولا عن الحقيقة كل ده بيخلينا نقف مع الناس في تساؤلات عديدة جدا جدا، في منهم اللي متأزم، في منهم كمان اللي بقى فعلا في حالة من القمع، وهل فعلا من هدف أحد أهداف من يحكمه بالإعدامات وهذه الإعدامات الكبيرة إنه يسبب ربكة وخوف أكتر في الشارع المصري، ويبقى هناك رادع يخوف الناس ويقول له أهو شفت لما كنتوا بتتكلموا كان هذا هو العقاب. وفي ناس في الأيام اللي جاية بتتحدث إن في أمل في موضوع التخفيف، لكن الحقيقة أنا شايفة إن إحنا ما نشغلش نفسنا بهذا الأمل، لكن الانشغال الحقيقي هو أن نجد مخرج، ومخرج واقعي بعيد عن يعني الحديث الذي لا يسمعه أحد. لابد أن يكون الحقوقيين مع احترامي ليهم الكامل أن هم بيفعلوا الكثير من وقت طويل جدا ومن سنين طويلة، لكن على أرض الواقع أين الأثر؟ إحنا السلسلة بتاعت الإعدامات بتستمر، ناس بتتحدث أن في فوق 1500 حالة من الإعدام منتظرة كمان حبل المشنقة. طيب يا جماعة إمتى يتوقف هذا السلسال من الدم؟ إمتى يكون عندنا إحنا مش هقول وسائل ضغط، لان الحقيقه احنا مش عايزه برضه اقول ان احنا اضعف من كده، لكن يجب ان نجد حل سواء من الجانب الحقوقي سواء من المعارضه المصريه اللي من المفترض يكون لها دور اكبر من كده، ولا انتوا ايه رايكم؟ تعرفي فيروز، يمكن بالإضافة للشيء اللي ذكرتيه، يمكن لابد أنه نرجع نستذكر مسألة التوقيت حقيقة. يعني أصلا حكم الإعدام عالميا بالنسبة للدول التي توافق على مسألة الإعدام لابد أنه يعني تتوافق مع الجرم الذي يرتكبه هذا الشخص. هذا في حال كنا يعني نوعا ما موافق على حكم الإعدام، لكن هو فعليا في جدل كبير حول الحكم بحد ذاته، وفي كثير من الناس تطالب بإبطال هذا الحكم يعني على المستوى العربي والعالمي. طيب احنا نيجي يعني النظام المصري للاسف الشديد ما الذي يقوم به؟ قهوه فعليا على مدار سنوات في مساله شيطنه المعارضه المصريه، الشيطنه بما تعنيه الكلمه من معنى، سواء من خلال الوسائل الاعلاميه الاعتياديه، من خلال البرامج او من خلال الافلام والمسلسلات. ايضا هذا يعني الشيطنه عدا عن مساله التزوير، وكان اخرها من خلال ما حدث في المسلسلات المصريه اللي صدرت في رمضان الاخير، تزوير مذبحة رابعة وتزوير الجريمة التي ارتكبها النظام في مذبحة رابعة. وطبعا كل هذه الشخصيات ترتبط يعني برمزية ثورة يناير، بالإضافة لارتباطها ارتباطها أيضا برمزية رابعة. فمسألة الشيطنة، شيطنة كل ما يتعلق بالثورة
الحقيقية والفعلية والعفوية التي حدثت وأحدثها الشعب المصري ثورة يناير، هاي مصيبة كبيرة جدا. وتزوير الوقائع، وفي كل مرة يعني هو حدث فعليا إصدار حكم إعدام بعد رمضان مباشرة، وكان تتزامن يعني مع فكرة التزوير اللي حدث من خلال المسلسلات، والآن يعني تصاعدت هذه المسألة بأنه وصلت لقيادة المعارضة. يعني إحنا هذا الشيء بيجعلنا نتساءل، هل المعارضة للأنظمة العربية لهذه الدرجة هي عبارة عن جرم؟ وفعليا يعني أنتم تخيلوا أنه المسألة ما يعني يمكن ما ارتقت حتى لمسألة معارضة لنظام السيسي، لأنه هو مجرد ما أنه حدث الانقلاب ومجرد ما مسك بزمام الأمور تم اعتقال جميع هذه الرموز، فحتى هم فعليا ما لحقوش يعارضوا. هو ما حدث ثورة، وصلوا في نهاية الأمر للحكم، حدث الانقلاب بعد فترة قصيرة جدا. فحقيقة ما يحدث يعني شيء لا يمنطق، ومثل ما ذكرتي فيروز لابد أنه يصير في أخذ يعني إجراءات فعلية لرفض ما يحدث في مصر. مصر أصبحت مقبرة لأبنائها حقيقة بما تعنيه الكلمة من معنى، وأصبحت فقط تصدر فئات معينة على حساب فئات أخرى، وكأن الوطنية لابد أن تكون موجودة هي يعني نيشان لفئة معينة، لكن في المقابل فئة أخرى لا تستحق أنه تكون وطنية ولا يستحق أن يكون لها يعني نصيب من حياتها في الوطن. فما يحدث بصراحة يعني خارج عن كل حدود المنطق. هو أنا احنا حتى اتكلم في جزئيه اعمال العنف والقتل والدم. اعمال العنف والقتل والدم لو جينا بصينا للتاريخ فهي موجوده من قدم الزمن، يعني هي موجوده في التاريخ من زمان، ولكن كان بيتم فيها القتل من خلال صراعات حروب. ولكن في التاريخ الحديث للاسف بقى فيها شرعنه، بقت تاخذ ستاره او اطار سياسي وقانوني تشريعي. يعني بدل ما الناس بتروح للمحاكم عشان المحكمه القضائيه او المحكمه العسكريه او سين المحكمه دي قضاء اداري او اي نوع تصنيف بتاعها، بدل ما المحكمه دي تديني حقي وتحافظ على كرامتي ومن الجاني، لا ده هي للاسف دلوقتي بقت تنتهك الحقوق. بدل ما انا اروح اكون مطمن ان انا هطلع منها بريء لان انا ما عملتش حاجه، لا ده انت بتتهم. يعني في القضيه اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا في 4 اشخاص، 4 شباب ما كانوش موجودين اصلا في فض رابعه، ما كانوش موجودين في ميدان الرابعه العدويه. هم 4 شباب: مصطفى عبد الحي الفرماوي، محمد عبد الحي الفرماوي، احمد فاروق كامل، هيثم سيد العربي. دول معتقلين من قبل الفض ب3 اسابيع. ازاي كيف يتم الحكم عليهم في القضيه هم ما حضروهاش اصلا؟ يعني فهي دي المعضله وهي دي الفكره الاساسيه. ولكن هرجع بس لجزئيه صغيره، ان شلال الدماء وبحر الاعدامات اللي بداوا عبد الناصر، جمال عبد الناصر تحديدا، اللي اخذ هذا النهج تجاه كل ما هو اسلامي او معارض او ثوري من اجل التخويف، زي ما انتوا قلتوا فكره كارتر ارهاب، اضرب المربوط بالمبدا ده او المثل ده، اضرب المربوط فيخاف السيد. فخلينا نضرب في دول الاشخاص دول، فبالتالي الشعب كله يخاف وكله يهاب بقى الملك والسلطه والسيطره، ولا صوت يعلو فوق صوته. فهو ده المبدا اللي ماشي بيه حاليا السيسي او السلطه العسكريه في مصر، وده ديدن العسكر على مدار التاريخ، ان هو لا صوت يعلو فوق صوته، وان هو بيحاول دايما يلوح بسياسه الاعتقال او سياسه الدماء من اجل تخويف الاخرين. اسمع، كنت بدك تحكي او سطوة؟ اتفضلي. احد وسائل الدوله الحديثه، يعني انت كما ذكرتي، هي موضوع التأليه، وكانه جعل الشخص هذا وكانه اله، يعني اي شيء ممكن يصدر منه خلص هو قانون وينفذ بطريقه ما فيها لا اخذ ولا عطاء. هذا الشيء اللي عم بيحاول فعلا يوصل له هو داخل مصر. لكن النقطه اللي بدي احكي فيها اللي هي موضوع اختيار كمان التوقيت، اليوم هي الذكرى الثانيه لاستشهاد الرئيس محمد مرسي. قبل بايام احنا سمعنا طبعا عن هذا الاعدامات ومن ثم تأييد لهذه الاعدامات، وكانه عم بيحاول يوجه رساله بهذا التوقيت تحديدا، محاولة تخويف لكل شخص عم بيحاول يعني أو لساته مآمن بفكرة الثورة وفكرة الحرية وفكرة النضال وفكرة يعني العدالة الاجتماعية. اختيارهم لهذا التوقيت، اختيارهم لهؤلاء الأشخاص وهؤلاء الرموز اللي تعلقوا فيهم الشباب اللي كانوا في يعني في مقتبل العمر، وقت رابعة وفض رابعة، اختيارهم لرموز فعلا مميزة. خليني احكي بس الجمله اللي حكاها البلتاجي اثناء محاكمته الاخيره في المحاكمه، ذكر انه هو السادس على المملكه الثانويه العامه والاول في سنوات الطب السته،
معروف انه هو طبيب مميز وله مركز طبي يعني مميز جدا في مصر، معروف بأياديه الخيرية والإنسانية وعطائه ويعني اجتهاداته في جمعيات الإنسانية. كذلك لما سئل قيل يعني أنتم الآن خلال 22 يوم لفقتوا لي 25 تهمة، ما تحاولوا أبدا أنكم أنتم يعني تخلوني أدافع عن نفسي، الفكرة أنه أنا ما رح أدافع عن نفسي، أقسم بالله الإعدام والبراءة عندي سواء. يعني استوقفتني هاي الجملة، قوله في سبيل الله والوطن وحتى تعلم الأجيال أو أجيال الأمة من كان يقف في صف الحق ومن كان يقف في صف الباطل، هي رسالة لأجيال الأمة فعلا. يعني الخنوع والذل اللي ممكن يحاولوا أنهم هم بيوصلوه بهذه الطريقة بالإعدام، عفوا بالإعدام أو حتى المؤبدات وطريقة المحاكمة اللا أخلاقية واللا إنسانية اللي عم بيحاولوا يعرضوهم إياها، هي وكأنها رسالة ضمنية لأجيال الأمة. لكن كلماته كانت على المحك فعلا، وقال يعني حتى تكون درس من يقف في الباطل أو في طريق الباطل ومن يقف في طريق الحق، وكيف أنه اللي يقف في طريق الحق يجب أن يبقى حتى آخر نفس قوي كما يفعل هؤلاء الأبطال. وقوله استحضار لقول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسينقلب بإذن الله قريبا. لكن هي محاولة تخويف، محاولة يعني دس رسائل فكرية للأجيال اللي كانت موجودة في رابعة. فكرة شباب رابعة هم كانوا لساتهم في يمكن سنة أولى جامعة، في الثانوية هم لسه شباب، يعني فكرهم عم بنضج. فتخيلوا يعني عملية القمع اللي بيحاولوا يوصلوها في هذه الطريقة عشان هم لما يعني يصبحوا ويكبروا تكون كلياتها هاي الأشياء متغلغلة في عقلياتهم، ويعني تخلق شخصيات مهزوزة وشخصيات ضعيفة، وإن شاء الله إنهم ما يوصلوا لهذا المرض. لكن هاي نقطة حساسة جدا فعلا في موضوع القوانين وفي موضوع الإعدامات اللي عم بيحاولوا أكيد يعطوها الصبغة القانونية ضمن الإجراءات الآلية الطويلة اللي عم تحاول تأخذها، لكن بالنهاية هي شيء سياسي ومسيس يعني قولا واحدا. طيب خلينا نتفق على حاجة مهمة يا إسراء والزميلات العزيزات، في حاجة مهمة يعني إحنا يعني لازم نذكرها، إن منذ بداية الانقلاب العسكري والأحكام بشكل عام هي أحكام انتقامية، يعني من الدرجة الأولى هي أحكام انتقامية بحتة، بيتم التنكيل بالمعارضين عن طريق الأحكام، عن طريق القضاء ومنصات القضاء. فبدل ما يكون إن منصة القضاء هي الفيصل في الأحكام على المعارضين والثوار ورافضي الانقلاب، وهم بيبقى في عوار قانوني، دي نقطة مهمة جدا في كل الأحكام السابقة حتى التي تم تنفيذ الحكم فيها حكم بالإعدام، كانت القضايا فيها عوار قانوني، وكان أبرزها قضية النائب العام هشام بركات والعديد من القضايا الخاصة بالإعدامات تحديدا كان بها عوار قانوني، ومع ذلك لم يهتم القضاء بهذه النقط اللي هي المفروض أمور محورية، زي ما قالت شيماء وذكرت إن كان في مجموعة من المعتقلين أو اللي تم الحكم عليهم في 12 معتقل في اللي تم في قضية فض رابعة، إن هم كانوا تم اعتقالهم أصلا قبل أحداث الفض، يعني قبل أحداث الفض هم تم اعتقالهم، فده الأمر ده لازم يتم النظر فيه. الدكتور محمد البلتاجي لما يكون ابنه توفي، بنته توفيت أثناء عملية الفض، وهو بقاله 8 سنين يعني في عذاب ومرار وانتهاكات مستمرة، ومع ذلك يتم إصدار الحكم عليه بهذا الشكل وغيره وغيره من ال 12 الموجودين يعني في هذه القضية تحديدا. فخلينا نقول إن عندنا إشكالية كبيرة جدا جدا في السلطة القضائية في مصر. السلطة القضائية في مصر تم السيطرة عليها بشكل كبير جدا، والأمر مش خف على أحد. التعديلات الدستورية اللي تمت على اختيار رؤساء المحاكم ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية المفترض إن هي السلطة الأعلى القضائية في مصر، لكن إحنا شفنا إزاي تم السيطرة على منصات القضاء، تم تسييسها. منصات القضاء تعتبر هي المقصلة الحقيقية اللي بيتم التنكيل بيها. الحادث كان كبير جدا جدا، ولكن متوقع مش قصة قيادات فقط، ولكن القضية تحديدا وهي يعني الرموز دي تحديدا، والرموز دي يعني عاملة قلق لنظام كبير جدا، سواء كانت من الدكتور صفوت حجازي أو سواء الدكتور محمد البلتاجي،
او عبد الرحمن البر او المجموعه كلها، الامر في غايه الخطوره. احنا بنتكلم ان احنا يعني دلوقتي في حكم نهائي، حكم اعدام على 12 بريء غير المؤبد الاخرين اللي هم يعني تحول الامر عندهم الى مؤبد. فاحنا يعني الموقف خطير، لكن في نفس التوقيت احنا عندنا حوادث متكرره. القضاء المصري دوره سيء للغايه، والامر ده ما نقدرش ننكره، ومحدش يقول لنا من الاعلام المصري او الحكومه المصريه ان احنا بعد ما نشوف الظلم والبغي ده كله نتكلم نقول ان الاحكام القرار او الحكم الصادر من المحاكم المصريه لازم يحترم. لا، هو مش هيحترم، لان هو يعني قتل كثير من الظالمين، نفق الكثير جدا، العوار القانوني مصفوف، وهناك القضاه، يعني في قضاه مخصوصين في دوائر الارهاب، في قضاه تم تعيينهم بالاسم سواء في المحكمه الدستوريه سواء في مجلس الدوله، وكان في اعتراضات من الداخل، يعني في اعتراضات، في يعني اشكاليه كبيره جدا جدا داخل السلك القضاه كله، ومع ذلك يتحكم المجلس العسكري والنظام المصري يتحكم بشكل كبير جدا. نيجي على الشق الثاني وهو الشق الحقوقي. الشق الحقوقي بيتم الضغط على المنظمات بالخارج، لان المنظمات في الداخل مفيش حد بيتكلم بشكل منصف وفير يعني على الأوضاع المعتقلين الانتهاكات. بنشوف إن إزاي هم بيحاولوا يصدقوا إن الدنيا تمام والدنيا كويسة، وبيجيبوا شوية فيديوهات إن هم بيهتموا بالمعتقلين، لكن الأمر يعني عكس ذلك تماما. ولكن منظمات المجتمع المدني في الخارج على مدار الثمان سنوات منذ الانقلاب العسكري داعمة للقضية المصرية بشكل كبير. ولكن خلينا نقول إن أولا وأخيرا في قصة الملف الحقوقي تحديدا، ورغم الجهود يعني المشكورة سواء من المنظمات الحقوقية الإقليمية أو الدولية والمعروفة حتى في المجتمع الدولي وضغطها على الحكومات، ولكن أولا وأخيرا ما يحكم الأمر هو السياسات وسياسات الحكومة. صحيح، أنا متفقة جدا مع الكلام اللي قالته أسماء، بس هاخد كل ورا أكتر لوقت فعلا عبد الناصر زي ما ذكرته، إنه مصر كانت من بعد المملكة تحولت لنظام سياسي عسكري هدفه قمع أي حد يتكلم أو أي قوة أو أي معارضة بتشكل تهديد للنظام الحاكم. وأنا بقول عليه نظام لأن هو غير معترف به، تكوينه غير معترف به حول العالم بأنه شيء حصل بشكل ديمقراطي. بالعكس، التجربة الديمقراطية تم وأداها وملحقش المصريين يعيشوا فيها. فبنتكلم على منذ التاريخ عبد الناصر، السادات، مبارك، واللي بسببه كان حصلت الثورة. الثورة قامت على السياسات والانتهاكات اللي بيقوم بيها الأمن في مصر، وعلى إنه ما فيش أي نوع من المحاسبة وفي إفلات تام من العقاب. لكن للأسف الفترة اللي تلت الثورة ما حصلش تغيير وتنظيف حقيقي لجهاز القضاء والجهاز الأمني، بالتالي هم استمروا في العمل مع بعض بشكل متشابك يعني، أو مكملين لبعض. لا القضاء في مصر قضاء مستقل ولا هو قضاء نزيه، وإنما بياخد كل الأوامر من السلطات الأمنية والجهات العليا اللي بتقول له احكم في كذا وما تحكمش في كذا. لو شفنا القضايا اللي بالفعل تم تنفيذ الأحكام الإعدام فيها، وهي أكثر من 90 حالة بالفعل تم تنفيذ أحكام الإعدام فيها، هنلاقيها إن هي ابن المستشار، اللواء نبيل فراج، مقتل النائب العام، كلهم بيبصوا على شيء واحد ما فيش عليها أي أدلة. بالعكس يعني في قضايا زي النائب العام يعدموا فيها وبعدين يقولوا لا دول ما كانوش هم الضحايا الحقيقيين، ده احنا لقينا ضحايا تانيين، قصدي لقينا جناة آخرين، يجيبوهم ويعدموهم وهكذا وهكذا. فالقضاء المصري يفتقر لأدنى معايير العدالة، ولا في بيتم الحكم بيتم السماح للضحايا ان هم يدافعوا عن انفسهم، ولا للمحامين بتوعهم ان هم يقدموا الدفاع بتاعهم، ولا في ادله موجوده، وانما هي زي ما قلنا هي اوامر عليا بسبب عدم تطهير الجهاز الامني والقضائي. والقضايا مستمره، وفي لسه 80 واحد قد يتم اعدامهم لانهم اخذوا حكم بات نهائي زي ما احنا شايفين. وعايزه اقول كمان ان بيحصل تدرج، يعني مثلا
بداية الإعدامات طبعا هي كانت أعداد ضخمة جدا من الخمسميات، وكانت عالميا مصر كانت وصلت للمركز الثاني بعد الصين في إجراءات الإعدام. لكن عايزة أقول إنه التدرج ده بيحصل بأنه هو بدأ بمحمود رمضان حالة واحدة، وهو ليس إخوان ولا ينتمي لأي فصيل، لكن قالوا إن هو ده هنجرب فيه الإعدام. حصل الإعدام والعالم سكت على الموضوع ده، فأخدوا شباب عرب شركس وهكذا. وطبعا الأدلة كلها موجودة إن اللي بيتم إعدامهم فعلا بيكونوا مختفين قسريا، وبعد كده يعني بيتحولوا للمحاكمة وبيتعذبوا وبيعترفوا أمام الكاميرات وغيرها. علشان بس نلحق أرواح الناس اللي فاضلة، إحنا لازم نفكر إزاي نضغط على الدول التي تتشدق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بأن هي فعلا تقوم بدورها. طبعا في مصالح سياسية ومصالح اقتصادية وغيرها، لكن موضوع حقوق الإنسان ده يجب أن يتم الضغط فيه بكل ما نملك. يعني مش عارفة لو عندكم آراء في حاجة نقدر إن احنا حتى لو بشكل مختلف وجديد المرة دي، يعني يا ريت نتكلم فيها. سلمى اسمحي لي بس بعد اسماء، اتفضلي اسماء. دولة اللاقانون يعني هو بيتعامل اصلا مع الاعدامات بشكل مش اعتيادي، اللي هو دول مش بني ادمين، لدرجه ان احنا وصلنا اصلا لاعدامات غلط، ان هو بيدخل العنبر بياخد عنبر الاعدام اللي هو المقصود بياخد ايا كانت قضاياهم ايه. وده اللي حصل في 4 اكتوبر لما بدا اعدامات في 3 قضايا اللي هي كانت اجناد مصر وقضيه كرباسه ومكتبه الاسكندريه. هو كان فاكر ان هو بينفذ، لما جه ينفذ كان المفروض بينفذ اجناد مصر، المفروض ان فيها 13 متهم محكوم عليهم بالاعدام النهائي، واحداث كرباسه فيها 20 متهم. هو اخذ ال 13 اللي كانوا في العنبر وما اخذش باله ان الناس دي قضيه ايه، ما اكتشفش الكارثه اللي هو عملها غير خلاص لما دخلوا على قضيه الاعدام. اكتشف ان هو جاب 10 افراد من قضيه وثلاثه من قضيه ثانيه، يعني هو فتح اعدام في قضيتين، وهو ما اكتشفش الكارثه دي غير وقتها، فبقى في مأزق. انت كده فتحت اعدام في قضيتين، فانت مطالب انك تنفذ الاعدام. فهو وقتها اخذ 10 من قضيه كرداسه، 10 من قضيه اجناد مصر واحد، وثلاثه من قضيه كرداسه. ده كان في اكتوبر 2020. جه في رمضان اخذ ال 17 اللي كانوا متبقيين من قضيه كرداسه نفذ فيه. فهو دلوقتي منتظرين ان هو يعني خلاص، ان هو بما انه بدا في قضيه فهو المفروض ان هو ينفذ الاعدامات اللي فيها. فدلوقتي فاضل 3 من قضيه اجناد مصر، يعني اللي هو كل يوم نقول يا رب يعدي عليهم على خير، يا رب يعدي عليهم على خير. فهو حقيقي بيتعامل مع الاعدامات اللي هم ما بيعملوا لهم دور بالنسبه له حاجه هو مش مهتم بيهم اصلا، يعني حد ذاتها كارثه. بتاعتي فيما يخص في نقطة مهمة جدا تحدثت عنها أسماء وسلمى. أنا طبعا بتفق معهم في نقاط عديدة، وخاصة أن في بعض القضاة فعلا يطلق عليهم جزارين، وأن حكم الإعدام بالنسبة لهم وتوصيل الناس لحبل المشنة أو سلب الحياة منهم سهل جدا جدا بدون حتى رادع أو ضمير. لكن القضاء المصري مش كل هؤلاء، ده أنا لا أدافع عن المؤسسة القضائية في مصر بقدر ما بنظر الحقيقة بشوية توازن لبعض المؤسسات المصرية. من حكم أن هناك أن تيران وصنافير مصرية هو قاضي مصري رغم كل الضغوط اللي كانت في هذا التوقيت إذن في المؤسسة شرفاء كتير. ليه أنا أتحدث عن القضاء اللي بيعتذروا عن إكمال القضايا اللي بتخص موضوع الإعدامات أو موضوع الإخوان أو موضوع المتهمين الآن والقضايا المعتقلين وما إلى ذلك؟ كتير من القضاء بيعتذروا، نحن لا نعلم بعض التفاصيل عن المؤسسات. فكرة التعميم فكرة خطيرة جدا، وعلى فكرة هي مأخرانا كتير. أنا النهاردة الحقيقة حابة أتكلم بس على كلامك انه هل انا لسه ما كملتش والله نقطه صغيره جدا يا سلمى اسمحي لي. انا اقصد ان زي ما بنقول ان القضاء المصري في بعض اللي بيتعمدوا ان هم يكونوا مستخدمين من قبل اي نظام، الا ان في كتير
احنا لا نعلم عنهم شيء، رافضين انهم اساسا يستغلوا. وقت ما تم السيطره على القضاء المصري بشكل او باخر، هم كانوا بيتحدثوا عن ضروره استقلال القضاء، ولسه بيتحدثوا في ده، وبينهم وبين النظام خلافات كثيره جدا. المطلع على الموضوع هيعرف تفاصيل كتير. انا يمكن عشان بتحدث معاك، جزء منهم تم، جزء منهم تم حكمه، وجزء منهم هو تقدم استقالته عشان ما يتحطش في النقطه دي. اذا هناك شرفاء بكل المؤسسات، يعني انا مش عايز اخد الامل من الناس واقول له ده المؤسسه القضائيه كذا، المؤسسه كذا، المؤسسه العسكريه كلها كذا، المؤسسه، فبالتالي انت هتبقى لوحدك، انت هتبقى عددك مش العدد المسيطر، او مش العدد اللي يضغط، او مش هيبقى حد يسمع صوتك. لا، حاول ان انت تكبر الرقعه بتاعه الشرفاء وتنضموا لبعض. انا اعتقد ان ده يمكن من اكتر الحاجات اللي انا اتمنى ان تحدث في الفتره اللي جايه، وهتنفعنا كتير، وهتنفع اهل الحق كده زي ما صفاء بتقول كتير جدا جدا. خلينا ما نعديش النقطه دي فيروز، خلينا ما نعديش النقطه دي، لان هي فعلا نقطه مهمه. وخلينا نرجع تاني، انا لما اتكلمت على المؤسسه القضائيه وسيطره السلطه الحاكمه الان على المؤسسه القضائيه، تحدثت تحديدا على اختيار بعض رؤساء الحكومه المنصات زي المحكمه الدستوريه ومجلس الدوله وغيرها. لكن زي النقطة اللي أشارت لها فيروز، وهي نقطة مهمة جدا جدا، الأمر ما كانش للتعميم، ولكن الأمر للناس اللي تم اختيارها، الناس اللي تم تصديرها في استخدامها في دوائر الإرهاب تحديدا وفي محاكمة المتظاهرين. ولكن هناك عدد كبير، وأنا يمكن ذكرت كلام النقطة دي عشان النقطة دي محورية وهامة جدا، فيه هناك أصوات كثيرة داخل القضاء وداخل السلك القضائي يعني تتحدث وتطلب ذلك. بيتم اختيار يعني في المحكمة الدستورية، واختيار رئيس المحكمة الدستورية الأخير تحديدا، يعني هم مفترض ان هم بيراعوا الأدبية في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ولكن ما حدث مع الرئيس الحالي امر غير الامر المعتاد عليه. هو تم اختياره لتعاونه مع النظام، لموافقته للنظام، لرأيه السياسي في النظام، وكان في خلاف شديد جدا جدا داخل القضاء بهذا الامر تحديدا. من رفض السعوديه تيران وصنافير كان القاضي المصري، وبعد ذلك من يعني أبان علينا الحكم بسعودية الأرض وانخرطت الأرض بجزيرتين تيران وصنافير، فالقاضي مصر أيضا. فالأمر يفسر أن القضاء ليس كلهم واحد، ده أمر مفروغ منه. في ناس قدمت استقالتها بعد الانقلاب العسكري مباشرة، في ناس بتعمل أو بتشتغل أو بتعتذر عن القضايا، بتبقى حساسة شوية أن هي ما تقدرش تحكم النظام. حتى نكون واقعيين جدا، النظام متحكم بشكل كبير، النظام مسيطر بشكل كبير، النظام عمل تعديلات مخصوصة لاختيار رؤساء الأجهزة القضائية أو المؤسسات القضائية عشان يكون متحكم على مفاصل هذا الجهاز تحديدا، بعيدا عن الشرطة، السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. ولكن خلينا نقول ان في اصوات معتدله، في ناس كويسه، ده موجود في كل المؤسسات، ولكن الواقع بيقول ان المتحكم والغالب على الامر هو الاشخاص اللي كل ولائهم للسلطه العسكريه الباطشه الظالمه الحاكمه منذ 8 سنوات. تعقيبا على نقطة فيروز، موضوع التوازن حتى في يعني وعينا وفي نظرتنا للأمور، بس يمكن لازم يكون كمان يعني نشر فكرة الوعي بأنه فعليا يعني اللي عم بيصير هو مش وليد يوم وليلة، هو فعليا في سنوات سابقة، ومن سنوات ومن أيام مبارك، يعني سنوات عمل مثلا على الموضوع الديني، الموضوع الرقابة التلفزيونية للعلماء، ومؤخرا المشايخ اللي بيطلعوا على التلفزيون المصري وكل القنوات المصرية بلا استثناء.
شفنا مؤخرا فيديو اللي انتشر وعمل يعني ترند على محمد حسين يعقوب وكلامه في المحكمه. يعني هدول الاشخاص فعليا هم بيتم تسليط الضوء عليهم سابقا وتصديرهم للناس على انهم علماء وعلى انهم مشايخ. في كتاب لله هي زمره لاعلاميه مصريه عملت في التلفزيون المصري اللي هي كريمان حمزه، بتحكي كيف الرقابه على التلفزيون المصري بكل قنواته طبعا الخاصة والحكومية، وكيف انه كل شخص بيطلع وبيتصدر في موضوع الديني تحديدا بيتم الرقابة عليه مباشرة اول ما يشعر انه هو تمرد او خرج عن سيطرتهم او خرج عن الاطار اللي هم رسمينه لهم بيتم اقصائه، وكذلك بالقضاء طبعا. لهيك احنا ما بنشوف هاي النقطة، وضروري يكون في وعي انه هدول كتار واكثر بكثير من الناس السيئين والفاسدين والظالمين الموجودين بكل الانظمة سواء كان قضائي ديني إعلامي بكل المؤسسات الدولية هم كتار، لكن ما بيتم تسليط الضوء عليهم، مجرد ما يفتح تمه مباشرة بيتم إقصائه بكل الإطارات. فتخيلوا هدول الناس هم يتم صناعتهم في سنوات طويلة جدا من يعني صناعتهم لحتى يتم الضغط على الوعي، وعي الناس وطريقة تفكيرهم ونظرتهم للأمور وتصدير إلهم. هدول هم القضاء وهدول هم العلماء وهدول هم المشايخ، طبعا هي تحت دراسة منظومة كبيرة جدا تابعة للدولة وتابعة لرقابة الدولة. فبرأيي يعني أكثر من فكرة إنه إحنا ننظر للجانب السيء والجانب الإيجابي أو للأشخاص الفاسدين الأشخاص اللي يعني الأخلاقيين، أكثر إنه إحنا نرفع نسبة الوعي سواء عندنا عند الجيل القادم عند الناس والشعب بإنه انت ممكن ما تقدر تشوف الصح لانه الصح مخبأ، الصح يتم اقصائه ويتم يعني قمعه من اول ثانيه، وهي منظومه كبيره جدا يتم يعني العمل عليها سياسيا للاسف. بما انك ذكرتي بس دقيقه معلش استاذه سلمى، بما انك ذكرتي مساله محاكمه محمد حسين يعقوب انا صراحه وقفت كثير عند هذا الفيديو لانه هذا فيديو خطير جدا. القاضي مش من عبث وقف عند فكرة التعليق على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل أن مصر الآن مصر العسكرية أو مصر السيسي تتجه إلى وأد الأفكار أكثر من وأد الأشخاص، وهذا الشيء الخطير جدا. وعلى فكرة بحكم الإعدام في جانب سايكولوجي جدا مهم. هلأ أنت مثلا لما بتعرف عن شخص أنه هذا الشخص يقبع في السجن رح تضلك متعاطف شغال، يعني كل ما تتخيل أنه هذا الشخص كيف عم يقبع بالسجن وحالته سواء بالعزل الانفرادي أو فكرة السجن بحد ذاتها لأنها فكرة مؤلمة، فرح يضل في شيء شغال جواتك ضميريا يجعلك تتعاطف مع هذا الشخص. لكن مجرد أنك أنت أو هذا الشخص انتهت حياته فتلقائيا بيصير في جانب سايكولوجي عند الإنسان بيريح ضميره أنه خلاص انتهت حياة هذا الإنسان ارتاح وريح. على فكرة هذه الجملة للأسف الشديد صحيح كثيرا في مجتمعاتنا، وهذا شيء خطير جدا من الناحية السايكولوجية. احنا لابد نوعي الناس أنه على فكرة القضية ما انتهت، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني القضية لم تقف عند هذا الحد. ومش شوي سلمى صرحت فكرة إنه طب إحنا إيش نعمل؟ لابد الآن إنه يتم التركيز على القصص الإنسانية لهؤلاء الأشخاص ومن تركوا وراءهم، لحتى كل شخص فينا يعرف إنه قصة هذا الإنسان الذي تم إعدامه ترى هو إنسان مثلنا مثله، يعني يعيش مثلنا مثله، إله أحلام. فقط ما فعله أنه كان إله أحلام حلم بالحرية وحاول أنه يجتهد ويسعى إلى هذه الحرية ووئدت الفكرة ووئد هذا الشخص. فكل ما اقتربنا أو قربنا قصة هذا الإنسان وقصة عائلته لا 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 للمجتمع العربي أعتقد أنه رح يصير يشعر بقربه من هذا الإنسان وأنه القصة لم تنتهي بعد. تفضلي سلمى كنت تحكي وقطعتك بس دقيقة تحكي سلمى تفضلي. أنا كنت بقول إنه فعلاً في قضاة شرفاء، ولكن زي ما كلنا وصلنا لإنه الدولة الآن دولة عسكرية ودولة أمنية، فبالتالي حتى القضاة الشرفاء اللي بيرفضوا إن هم يتعاونوا أو كتير مثلاً بيتم فصلهم وعزلهم، وفي منهم بتطلع عليهم قضايا إرهاب، وفي منهم بتسحب منهم الجنسيات. مش بتكلم بس على القضاء، بتكلم كمان على الحقوقيين اللي بيشتغلوا أو اللي بيدافعوا عن الضحايا، بيتم تشويههم عن طريق إن هم اتهمهم بالإرهاب ومصادرة أموالهم وإن هم بينتموا لجماعات كذا، ويعني تشويه كامل. يعني أنا بقول حتى ده
داخل الأمم المتحدة بنلاقي إن الحكومة المصرية بعت أفواج علشان تحاول إن هي تحسن صورتها، وفي نفس الوقت الشغل اللي إحنا بنحاول إن إحنا نعمله بيبعتوا ناس ليهم يحاولوا إن هم يشوهونا ويغيروا الحقائق وكده. فبالتالي المجتمع الدولي هو مهم جدا ليهم، يعني شكلهم أو الإيمج بتاعتهم قدام المجتمع الدولي مهمة جدا، والإعلام بيلعب دور قوي جدا في إن هو يضغط أو إن هو ممكن يغير. لو اتكلمنا على محاولة التغيير من خلال القضاء المصري أنا شايفة إن الموضوع ده هيكون صعب، لكن من خلال الإعلام أو من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية طبعا ممكن يحصل، لأنه مصر كان ليها بتاخد دعم من الحكومة الأمريكية، دعم عسكري وتم إيقافه في فترة ما. لذلك أنا بقول إن التأثيرات دي هي اللي ممكن إن هي بالفعل توقف حاجة زي الإعدامات. وزي ما قلتي زي ما ذكرتي إن هو موضوع تكميم الأفواه وحرية الرأي والتعبير وكده، مش بنتكلم بس على الشعب اللي هو اللي بيشوف الشخص اللي داخل السجن، لكن هو الرسالة فعلا هو إرهاب بيحصل من الدولة لما تشوف إن أي حد بيتكلم بيدخل في السجن وبيترمي. ده طبعا غير الحاجات النفسية اللي ليها أثر كبير على عائلات المعتقلين أو على الشعب المصري بشكل عام. طيب أنا كنت أود أشير بس في قانون مهم صدر امبارح يمكن البعض ما أخدش باله منه. القانون ده بيمنع التغطية الإعلامية لكافة المحاكمات السياسية داخل المحاكم، بمعنى إن ممنوع التصوير، ممنوع الفيديو، ممنوع أي تصريحات بيقولها القاضي أو بيقولها الضحية أو المتهم داخل قاعة المحكمة. فمعنى كده إن إحنا كتير جدا من المعلومات هتمنع من الوصول لينا، في حين إن إحنا كتير جدا من المحاكم تم فيها التصوير والفيديو كشفت فضائح وجرائم كتير جدا. أذكر منها مثلا محمود الأحمدي في قضية المعروفة باسم النائب العام. محمود وقتها طلع على السوشيال ميديا الفيديو بتاعه وانتشر وهو بيحكي فيه قدام القاضي، بيقول له يا سيادة القاضي أنا تعرضت لكمية تعذيب وكهرباء تكفي 20 سنة قدام، تخلي أي حد يعترف بأي جريمة من كمية التعذيب اللي أنا أخدتها. فيديو زي ده وفيديو زي بتاع الدكتور محمد البلتاجي اللي أشارت لي صفاء، وفيديوهات كثيرة جدا كثير جدا من المتهمين اللي هم الأشخاص اللي هم يعني بدون أدلة، يعني متهمين بدون أدلة، فيديوهاتهم لما بتخرج لينا للعلن بتكشف للرأي العام وللمجتمع اللي هو غير مسيس اللي هو المفترض اللي احنا بنسميهم عندهمش وعي أو مغيبين، بتكشف لهم بعض الحقيقة. فمعنى ان هو يصدر قرار امبارح بمنع التغطية الإعلامية، مصادرة الكاميرات، تغريم الإعلاميين اللي يخشوا القاعة ويصوروا، معنى كده ان هو كمان بيحجب الحقيقة عن الإعلاميين. احنا لسه بنتكلم عن دور الإعلام، فمعنى كده ان هو هيحجب لك كمان الحقيقة انت نفسك انت كإعلامي انك تنشرها وانك تعرف الناس الوعي فين. فأظن في عملية كاملة للتغيير، وعملية كاملة خطة هو ماشي عليها حاليا النظام العسكري في مصر للوأد وللقتل وللتكميم بمساندة كل الأجهزة. يعني هو كل الأجهزة بتخدم الحاكم العسكري نفسه وبيحاول ان هو يستغل كل السلطات اللي تحت ايديه، زي ما حكت إسراء عن فكرة مسلسل الاختيار. انا شايف ان هو فكرة الدراما والإعلام العسكري بيستخدموها من زمان، من الإرهاب والكباب وكل المسلسلات اللي بيطلعوا بيها والأفلام. فجأة كده فترة نلاقي طفرة فيلم أو مسلسل عامل رواج في الشارع المصري بيروج فيها فكرة إن السياسي أو المعارض أو البنت اللي لابسة حجاب أو الرجل الملتحي ولابس جلباب إن هو إرهابي أو إن هو يعني بيخطف الناس وبيأكل الناس تقريبا يعني. فده كان مسلسل التشويه اللي هو دائم مستمر، يعني هو راح للملتحي مكمل معانا منذ القديم. ولكن كنت حابة أكمل على جزئية سلمة وإن إحنا محتاجين نعمل حاجة. فأنا صراحة عمال أقول هو الحل بوجهة نظري الضعيفة يعني الشخصية، الحل هو تعطيل وليس إلغاء، تعطيل العمل بقانون الإعدام. يعني أنا شايفة إن إحنا محتاجين نعطله لأن الآليات للتنفيذ غير متوفرة. يتم ده إزاي؟ من خلال إحنا كلنا، لو إحنا كلنا كل واحد فينا خد خطوة، إرسال رسالة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمنظمة العفو الدولية، للمنظمات الحقوقية، كلنا نبعث فوق من الرسائل والتوقعات بنطالب فيها بتعطيل قانون العمل بالإعدام عشان خاطر حرام أنفس تموت تاني بدون توافر أدلة كافية. صحيح شيماء، أنا أؤيدك جدا جدا في موضوع إن إحنا بجد نعمل على هذا الأمر اللي هو بتاع التصدي لحكم الإعدام نفسه، خصوصا إن أكتر يعني من 100 دولة ويزيد ما عندهمش موضوع حكم الإعدام. إحنا الدول بس اللي في الشرق الأوسط اللي متمسكة بالقصة دي، وخصوصا مثلا هتلاقي السعودية ومصر على قائمة من ينفذ أحكام الإعدام.
مصر ثالث دولة ثالثة بشرية عالمية. على مرتب ال اه صحيح، مصر ثالثة حتى عالمية. من فهنا المنطقة العربية. انت لما تتكلمي في احصائيات وارقام، المجتمع الدولي بيحترم ده. الجزئية الاخطاء الجسيمة بقى اللي بتقع اثناء الحكم نفسه، ممكن احنا كمان نسلط عليها الضوء، ممكن تمر على بعض الناس مرور الكرام، لكن في الاوساط القانونية والقضائية اذا تم التسليط عليها اعلاميا، ممكن يكون برضو رجع للقاضي اللي يعلم ان هو اذا خالف حتى القانون اللي بيتحدث بيه. هو ممكن يكون، انا ليه بقول لكم على الاوراق اللي في ايده، لانه في النهاية هو متصور حسب تصوره، اللي هو اكيد مش في مكانه الصحيح، لكن متصور ان هو جاله حصل تحقيقات نيابة، اعترفوا بقى تحت التعذيب، ما اعترفوش، لسه مكبرين، لسه في شهود مش عارفه جابوهم شهود زور وهكذا من امور، يجي له بقى الورق كده قدامه مستتف بان يبدا ان هو يحكم على اساسه. فهو بيبقى حاطط ده في ذهنه، انا كده بيني وبين ربنا عمار بقى، ان انا معايا ورق وان انا بحكم على اساسه. طبعا منطقه ده يتصرف بيه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لكن في النهايه احنا بنقول بعض الاخطاء الجسيمه المعلنه، يعني مثلا اعدامات كرداسه اللي تمت في 2020 اللي هو التسع اشخاص واللي انضم اليوم 3 اشخاص تانيين. الاعدامات دي كان فيها اخطاء تخالف القانون، تخالف الدستور القضائي، منها مثلا عدم رؤيه الاهل قبل الاعدامات. من المفترض ان القانون بيقول في مواده ان على من يحكم عليه بالاعدام انه يوفر لي لقاء مع اهله ويعلمه ويخبره، كمان محامي يحضر موضوع الاعدام. فوجئ الاهل ان في اتصال جاي لهم، تعالوا خدوا الجسامين، استلموا الجسامين، تم الاعدام اصلا اساسا دون معرفه الاهل. مثل هذه الامور مهمه جدا ان احنا نسلط عليها الضوء، ويعني نتكلم فيها وفي تفاصيلها، حتى يعلم القاضي ان حتى التفاصيل الصغيره مش هتعدي او مش هتمر، اكيد الامور دي لا تسقط بالتقادم. فكره ان كمان الحته الجزئيه دايما اللي تبقى في صيغه القضاء بتاعت احيلت اوراقه للمفتي، من امتى اساسا المفتي بيبت في هل فعلا بيسمح للمفتي انه يراجع او يخفف او يعيد النظر في الحكم؟ طبعا ده حصل قبل، يعني قبل عبد الناصر كمان، حصل ان كان بيعطى صلاحيات فعلا للمفتي انه يراجع الحكم بعد القاضي، وانه يخفف الحكم من حكم اعدام. ويمكن ده الحادثه الشهيره جدا اللي حصلت لما كان بطرس غالي، لما تم قتله من احد المواطنين المصريين واللي كان شايف انه عميل انجليزي ولازم أن يقتل، فقتله، وبالتالي تم الحكم عليه من القضاء بالاعدام. 3 اطباء، طبيب قال انه بما ان توفى بطرس غالي بعد القتل بيومين، فهو توفى نتيجه ان احنا ما قدرناش نسعفه بشكل عاجل. طبيب تاني قال ان احنا ما وفرنالهوش العلاج، كان لازم علاج لكن لم ياتي ليه في الوقت المناسب. طبيب تالت قال لا، ده نتيجه للقتل، فلا بد ان يحكم على من قتله بالاعدام. وهنا الافتاء لما لقى ان في اكتر من راي، لا خفف الاعدام ولم يتبع راي القاضي. لكن الان هل فعلا دار الافتاء المصريه تستطيع ان هي يكون لها راي بعد راي القضاء المصري، ولا هي صيغه محطوطه شكليا او بس عشان يصبغ بالموضوع تحت عمامه ما، ويعني يبرر القتل بهذا الشكل؟ اجراءات الحقيقه القضائيه اللي فيها زي ما قالت اسماء، والكلمه دي جدا في مكانها، العوار. هو يجب ان نسلط على الجزئيه، على العوار ده، من بعض القضاة اللي هم لم يراعوا ضمائرهم او لم يتبعوا الانسانيه في شيء، في ان هم بيصدروا احكام بهذا الشكل وهم يعلموا كل العلم ان هناك تلفيق وهناك تشويه وهناك ايضا انتقام ما يحدث، مش بس انتقام من الشخص، لا انتقام من الفكره زي ما اسراء قال، انتقام من الثوره، انتقام من الحريه بشكل عام. لا، انت لابد ان تكون خاضع وخانع، والا سيحدث اللي انت بتشوفه ده. خلينا فيروز برضه نرجع لنقطة مهمة اتكلمت فيها شيماء، وهي نقطة منع التغطية الإعلامية داخل المحاكم. النقطة دي خطيرة جدا جدا، مش فقط من جانب
ان هي بتكشف مدى الظلم ومدى الانتهاكات اللي بتتم على المحكوم عليهم، سواء بالاعدام او سواء بالحكم ظلم، زي ما ذكرت على محمود الاحمدي، وازاي ان هو فعلا يعني الناس تفاعلت معاه بما فيهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، علق على الشاب ده تحديدا والعديد من السياسيين في الخارج. ولكن خلينا نقول نقطه مهمه جدا، ان التصوير في داخل القاعات المحكمه بيكون بيكشف ازاي، واعتقد ان احنا كلنا شهدنا كده، واسراء تحدثت على القاضي اللي اتكلم مع الشيخ محمد حسين يعقوب، احنا شفنا على مدار جلسات كتير تم اذاعتها، شفنا كم الجهل بين القضاء المصريين، الناس اللي مش عارفة تقرأ القرآن بشكل يعني حتى صحيح، الناس اللي ما بتفهمش في اللغة العربية بشكل واضح. الأسئلة اللي تمت الناس كلها ركزت مع الشيخ محمد حسين يعقوب ومع الردود على القاضي ما كانتش فيها، لكن إسراء مشكورة توهت على الحتة دي تحديدا، إن هو بيغير أيديولوجية، بيغير فكر في المجتمع المصري، بيحاول يستأصل أمر يعني خطير جدا جدا، وهو استهدافه للأفكار الدينية للتربية. الأمر خطير جدا، كده كله بيصدر الحكم مثلا بإعدام أو غيره، وهو يطلع بعد كده لو حد اعترض يقول لك لا أحكام، لا اعتراض على أحكام القضاء، وأن القضاء المصري محترم أو القضاء المحترم، القضاء هو نفسه ما احترمش نفسه، ولم ينظر في الأمر بشكل جدي ولا بشكل منصف ولا بشكل حتى احترافي. ولكن خلينا ننتقل لنقطة يعني أخيرة عايزة أتكلم فيها، سلمى أشارت إليها وأعتقد هي الأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت، وهو إن إزاي إحنا نفعل جهودنا وتكون مؤثرة، بحيث إن إحنا يعني نحاول نوقف شلالات الدم اللي بتحصل. يعني أنا شايفة إن الفترة الجاية لازم يكون على منظمات المجتمع المدني جهد كبير جدا، وهي لها جهد مشكور، ودايما بنقول منظمات المجتمع المدني الحقوقية سواء الإقليمية أو سواء الدولية يعني لها جهد مشكور، ولكن لازم يكون في ضغوط على البرلمانات في الحكومات، ونقل الأصوات الحرة الكثيرة داخل البرلمانات الدولية سواء في الغرب أو سواء في أمريكا نفسها. وعلى فكرة هي يعني أحكام الإعدامات أو محاكم الإعدامات هي متكثفة بشكل كبير جدا جدا في الشرق الأوسط، وموجودة حتى على فكرة أحكام الإعدام في أمريكا نفسها في بعض الولايات، هناك تنفيذ أحكام الإعدام حتى هذه اللحظة، وإن كانت مختلفة الطريقة وإن كان مختلفة منصات الحكم هناك، غير طبعا السيطرة البشعة اللي عندنا. ولكن خلينا نرجع للنقطة الأساسية والأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت، إن إحنا إزاي نضغط على الحكومات. ملف حقوق الإنسان ملف خطير جدا، بيكون ليه تأثيره على المجتمعات في الخارج. إحنا عندنا حتى هنا في نيوزيلندا لما كان الأحداث تحصل في الأحداث الأخيرة في فلسطين، كان هناك الكثير من الوقفات وضغط على البرلمان هنا، البرلمان النيوزيلندي، وكان التواصل مع البرلمانيين ومع الأحزاب. أعتقد إن ده المفترض يكون مع كل دولة، لأن إحنا بنشوف أولا وأخيرا، ويمكن نشوف هنا تحديدا في نيوزيلندا، إن الحكومة المصرية بترسل يعني بعض الممثلين من الحكومة وبيطلعوا يتكلموا عن حقوق الإنسان، بيطلعوا يتكلموا عن كذا وعن كذا، أمور لا نعرف عنها شيء في بلادنا، ولكن هنا هم بيحترموا القوانين بشكل كبير جدا. خلينا نقول ان لازم يتم الضغط في الاعلام الغربي، لازم يتم الضغط على البرلمانيين والتواصل مع البرلمانيين وممثلين حقوق الانسان بشكل يعني حتى سواء رسمي او بشكل فردي لبعض السياسيين. هناك سياسيين متعاطفين مع القضيه المصريه، فلازم يكون في تكثيف للعمل لوقف شلال الدم اللي بيحصل في مصر. اعتقد ان فكره الضغط مهمه جدا من الفتره الجايه ديت، ومسؤوليه على كل من بالخارج. انا كنت حابه بس اختم بحاجه صغيره اقولها قبل الختام. جمال عبد الناصر لما عدم الشهيد سيد قطب سنه 1966 طلع وليه خطبه شهيره جدا موجوده على اليوتيوب، بيقول كده خلاص انا خلصت من كابوس الاخوان، كده انتهى عصر الاخوان والسياسه والمعارضه، وقال انا هعتقل الاخوان الموجودين في السجون الى ما لا نهايه، وهخرج بس الافراد اللي هم ما لهمش قوه وما لهمش طاقه للعمل في الشوارع، ولو عملوا حاجه هراقبهم وارجع اعتقلهم تاني. بعدها بالظبط 9 شهور حصلت النكسه في مصر وحصلت الهزيمه في مصر، وبعدها على طول مات جمال عبد الناصر وخرج الإخوان من السجون وأعيدت القارة ودخلوا الإخوان الانتخابات وموجودين في الشارع المصري. مشكلته مش يعني لو كانت مع الإخوان أو مع الشعب، فالشعب الحمد لله بقى فاهم مين الصالح ومين الطالح،
والموضوع مش موضوع اخوان فعلا، يعني عشان خاطر يبقى الموضوع واضح، مش عشان خاطر هم 12 قياده من قيادات الاخوان يبقى الموضوع متعلق بالاخوان، الموضوع متعلق بقضيه العداله الانسانيه، قضيه الحريه. ده المفترض الشعب المصري كله يتجمع لان هي قضيه عادله، زي ما قضيه فلسطين قضيه عادله لازم كلنا ندافع عنها، فكذلك قضيه مصر العداله الحريه العيش والكرامه الانسانيه قضيه عادله لازم كل الشعب ان هو يتحرك فيها. يعني من اجمل ما تحدثتي فيه شيماء على فكره، لكن للاسف الشديد يمكن كثير من الناس يمكن حتى فقه الحريه ما عادت تفقهه، لانه اصلا الانظمه مش مخليتنا احنا نفقه فقه الحريه. فاعتقد يمكن الشيء اللي احنا يعني بما انه عم نخوض معركه وعي على كافه المستويات في نهايه الامر، يمكن لابد ان نذكر الناس بكل وقت ماذا تعني او ماذا يعني ان تكون حرا وماذا يعني ان تكون حضاريا. يعني كل ما استذكر كيف الناس بشكل كبير جدا يعني كانت مفتخره بالعرض الوهمي الاسطوري اللي للاسف الشديد يعني اقيم، اللي هو عرض الفراعنه، وكانت تعتقد انه هذا مثال على التحضر والتمدن وما الى ذلك. يعني لابد انه نعيد ونذكر انه فعليا التقدم المادي او التقدم بهذه التفاصيل لا يعني انه احنا لمسنا الحضاره او وصلنا الحضاره. هاي النقطة اللي أنا دائماً بحب دائماً أذكر فيها الناس، لأن للأسف الشديد الناس تنخدع على فكرة. نعم في وعي عند فئات معينة، لكن في فئات دائماً